بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث لبيان حكم المني، ويسمى بالجنابة. كنت أغسل جنابة يعني المني، سمي المني جنابة من المجانبة، لأن المني جانب محله وخرج من محله. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه بيان خدمة أهل الفضل، ولا سيما الزوجة لزوجها، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنها كانت تزيل أثر المني عن ثوبه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن المني طاهر، أنه طاهر، لأنه في الرواية الثانية اكتفت بفركه، ولو كان نجسا كان لا بد من غسله. الاكتفاء بفركه إذا كان يابسا دل على طهارته، فهو مثل البصاق والمخاط، يكتفى بفركه وإزالته. وأما غسلها إياه فهذا إذا كان رطبا، وهو من باب النظافة، من باب النظافة لا من باب غسل النجاسة. فالمني طاهر، لكن إن كان رطبا فإنه يغسل من باب التنظيف، لأنه لا يمكن فركه، وإن كان يابسا فإنه يكتفى بفركه، وهذا من باب النظافة. ولو صلى الإنسان وعلى ثوبه شيء من المني